أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. لم يبقى على موعد الانتخابات سوى 60 يوما فقط، إلا أننا حتى الآن لم نصل إلى مستوى وجود المناخ المناسب لإقامتها، كما قال اليوم عضو في تحالف تقدم. لذا يبدو أنها ستكون حبلى بالمفاجآت والمواقف، فالصدريين ما زالوا ثابتين على موقفهم من مقاطعتها، وأكدوا لا عودة عنه، وهو ما قد يهدد نسبة أعداد المصوتين، وبالتالي لن تنال الانتخابات القبول الدولي المطلوب لها. فبماذا بيد المفوضية وحكومة الكاظمي فعله لإنجاح الانتخابات، وهو التحدي الأهم لها والذي من أجله تشكلت الحكومة؟ وهل ستتمكن القوى السياسية بشعبيتها الباقية تعويض النقص الذي سيحدثه غياب الناخبين الصدريين؟ ما خطط الفتنة الذي يستهدف البلاد كما يقول نواب من سائرون ودعا السيد الصدر إلى تجنب الشيعة له؟ هل ستتمكن اللجان التي دعا الكاظمي لتشكيلها من القوى السياسية ثني المقاطعين عن موقفهم؟ 60 يوما على الانتخابات، فماذا تخبئ من مفاجآت؟ بلا أقنعة هذا اليوم، لكن دعونا نشاهد مع محمد الكعبي. بعد جدل عودة التيار الصدري للانتخابات أو عدم العودة، المقرب من السيد مقتدى الصدر حسن الإعذاري حسم الأمر قائلا: القرار نهائي ولا عودة فيها، ولا يحق لأي فرد من أفراد التيار الدعم والترويج لأي مرشح. فهل بوصلة الصدر تتجه نحو إجراء الانتخابات في موعدها المقرر عام 2022؟ خاصة وأن الإعذاري ذكر في بيانه مقاطعة الانتخابات في يوم 10/10. وما يبرهن ذلك أكثر قول النائب رامي السكيني أن البديل عن إجراء الانتخابات المبكرة واستمرار الحكومة حتى نيسان من السنة القادمة الموعد الدوري للانتخابات حسب الدستور، محذرا من موصل ثانية أو كارثة في سجن الحوت في ذي قار، قائلا: هنالك سيناريو مريب يهدد الشارع العراقي وفتنة خارجية. ولعل هذا الكلام يجعلنا نتذكر ما صرح به السفير البريطاني السابق ستيفن هيكي، الذي قال بأن البلد مقبل على فوضى قبل الانتخابات. أما السيد مقتدى الصدر فقد دعا يوم أمس إلى تجنيب العراق والشيعة تحديدا وإيلات الحرب والدمار. فهل سنشهد سيناريو مشابها لسيناريو الموصل في الجنوب؟ أما الكاظمي فقد اقترح تشكيل لجنة تفاوضية مع الكتل المعارضة للعدول عن قرارها والعودة للانتخابات. جاء ذلك خلال اجتماع قادة الكتل والرئاسات الثلاث مع مفوضية الانتخابات، الذي انتهى الاجتماع بمخرجات التأكيد على الانتخابات المبكرة. فهل ستجري الانتخابات في موعدها المحدد، أم أن تخوفات الصدر وانسحابات الكتل السياسية ستفضي عن واقعا لا تحمد عقباه؟ رحبوا معي بضيوفي كل من السيد حسين العقابي نائب عن كتلة النهج الوطني، والدكتور عصام الفيلي أستاذ الفكر السياسي في الجامعة المستنصرية، والسيد أحمد الربيعي عضو في تيار الصدري. أهلا وسهلا بكم ضيوفي، وأبدأ بسؤالي لك سيد حسين. سيد النائب، ما هي مخرجات الاجتماع اللي حدث يوم أمس بين المفوضية الانتخابات وأيضا الكتل والأحزاب السياسية وأيضا السيد الكاظمي؟ هل كان موجود التيار الصدري في هذا الاجتماع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولضيفيك الكريمين ومتابعي الفضائي الكرام. ابتداء الاجتماع هو اجتماع تداولي وتشاوري
للوقوف على مدى تقدم المفوضية بجدول العمليات مالتها. نعم. جدول العمليات مفصل وواسع، أيضا جدول هذا اللقاء يسبق أو يعني يلحق أو يتبع بعد تجربة يعني المحاكاة الأولى والتقرير اللي كان به سلبيات كثيرة مع شديد الأسف. نعم. يعني المحاكاة الأولى كشفت عن بعض الأمور التي فيها خلل فني كبير مع الأسف الشديد، لذلك كان لابد أن يعقد هكذا اجتماع لمناقشة جملة من القضايا. بعض الأمور تم الاتفاق على أن تجري الانتخابات في وقتها اللي هو 10/10 تشرين، وتم مناقشة بعض المسائل الفنية. في تقديري بعض المسائل الفنية مع الشديد للأسف القوى السياسية لم تكن موفقة في نقاشها في هذا التوقيت. نعم. شنو يعني بعد شهرين للانتخابات هذه المسائل كان يجب أن تناقش في وقتها اللي هو مثلا العام الماضي قبل سنة ونصف، احنا صارنا تقريبا أكثر من سنتين، موضوع الأجهزة وموضوع أجهزة العدو الفريز وموضوع نعم. إعلان النتائج وطبيعتها وإلى آخره، مفردات وتفصيلات كثيرة نعم. في الجوانب الفنية. كان هناك تخوف ربما؟ طبعا تخوف، آراء وأفكار متعددة يعني نعم. احنا تحدثنا اجتماع ضم كل القوى السياسية العراقية، كرد وسنة وشيعة وعرب وتركمان ومسيحيين وإلى آخره نعم. كل مكونات المشهد السياسي والاجتماعي العراقي، فالكل عنده تخوف واحد، فتصير عندنا 20-30 تخوف نعم. على أقل تقدير يعني. لكنه في تقدير الجوانب الفنية مع الشديد للأسف القوى السياسية لم تكن موفقة في طرحها في هذا التوقيت، هذا رأي شخصي يعني. نعم. ليش لم تكن موفقة؟ احنا كان عندنا وقت سابق يعني من ناقشنا القانون الانتخابي جملة من الإشكاليات اللي هم يطرحونها احنا كنا نطرحها في وقتها يعني. يمكن ناس في وقتها يعني. أحزاب سياسية صاروا على بعض الفقرات في هذا القانون واليوم متندمين عليها. لا احنا شوفي نتحدث بجوانب فنية، اكو مسائل مثلا بالقانون مسائل استراتيجية كبرى، موضوع الدوائر متعددة ودائرة هذا موضوع انتهى من يمه نعم. نتحدث بالتفصيلات، حقيقة هذه التفصيلات هي كثيرة ومتشعبة فيها أخطاء وفيها خلل، وطرحنا في وقتها أفكار متعددة لمعالجة هذه الأشكاليات نعم. لم نلقى آذان صاغية مع الشديد للأسف، دائما القوى السياسية يعني مع الأسف يعني هو نابع عن قصور سياسي كبير نعم. أنه منصير في أدنى فت حادثة أو فت قضية معينة يعني تنشد أنظارهم باتجاه واحد نعم. ويتركون مسائل كثيرة متعددة وبالأخير تبدي تظهر الأمور تباعا تباعا، وإذا هذه المسائل الصغيرة والمتعددة تجتمع وتصبح كتلة كبيرة من الإشكاليات. هذا مع شديد الأسف يعني قصد في طرحها يعني في لا ليس لا 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 ليس طبعا هو البعض هسه ممكن إلى فد نوايا أو فد كذا، لكن أقول مجملا هي الإشكاليات واقعية، هي الإشكاليات واقعية، لكنه أنتم اليوم جاي تناقشونها، ليش ما ناقشتوها في وقتها يعني نعم. المناسب اللي هو مثل العام الماضي قبل سنة ونصف، احنا يجوز سنتين نسولف بقانون الانتخابات تقريبا مع شديد الأسف يعني هذا، لكنه تبقى قضايا أخرى على درجة كبيرة من الأهمية هي مناطة بالحكومة نعم. على الحكومة تؤدي واجبها وتكليفها القانوني والتزامها الدستوري بإجراء انتخابات نزيهة وذات شفافية ومصداقية نعم. عالية، موضوع الأمن الانتخابي، موضوع حصر السلاح بيد الدولة نعم. ممنوع عدم استخدام المال العام أو الوجود بالسلطة التنفيذية لحسابات انتخابية، التنافس الانتخابي اللي بعض الأحيان فيه انتهاكات صارخة وعملية تسقيط على قدم وساق بشكل نعم. قذر مع نعم. شديد للأسف الآن نعم. موجودة، وهذا مو مقبول يعني، موضوع شراء الذمم وموضوع نعم. حتى البطاقات العادية اللي هي نعم. مو بايومترية، هذا موضوع أيضا ممكن تداركه يعني ممكن نعم. نداركه بالأيام القادمة نعم. وايضا هذا الموضوع طبعا ما له علاقه يعني البعض هسه احنا من نطرح حتى انا ذكرت او اكثر من بيان الي بهالموضوع هذا، انه احنا علينا انه نذهب باتجاه حصر التصويت بالبطاقه البايومتريه نعم. لانه ذيك البطاقه قابله لانه يبيعها وشرائها وتداولها نعم. واليوم مقسماسره موجودين في الشوارع نسمع عنهم جاي يبتزون المرشحين بعض الاحيان وبعض القوى السياسيه انه ممكن احنا نجمع لكم بطاقات، فممكن نتجاوز هذه المشكله نعم. وعندنا معدل يعني معدل التحديث بالبايومتريه تجاوز 70% نعم. نتجاوز هالمليون و400 بطاقة ونعرض عنها وننهي نعم. موضوعها. خليني أشوف رأي سيد أحمد من تيار الصدري. سيد أحمد، ما سر هذا التشدد في الموقف تحديدا موقفكم من المقاطعة؟ يعني أريد نعرف شنو الأسباب المقاطعة بعد ما كنتوا أنتوا بالتحديد مصرين على المشاركة بالانتخابات، وأنتم من شرعتوا قانون الانتخابات الجديد وأصريتوا أن يكون قانون جديد للانتخابات، وأيضا تحدثتم انه هناك
هناك انتخابات، هناك ترأس للتيار الصدري لرئاسة الحكومة الجديدة، وأيضا تحدثتم أنه إنجازات كبيرة راح تحدث بعد الانتخابات، لكن اليوم نشوف الموقف تبدل وهناك ممانعة من المشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، تحية طيبة لك ولضيفيك الكريمين ولجمهور قناة زاكروس. في الحقيقة أولا إحنا مو إحنا اللي صوتنا، يعني اللي شرعنا قانون الانتخابات، وإنما مجلس النواب العراقي هو الذي شرع قانون الانتخابات. نعم. يعني ربما كنا مساهمين في إعداد مسودة هذا القانون. نعم. لكن بالنتيجة التشريع هو لمجلس النواب. هذا واحد. اثنين، التشدد هو واقعي وعملي. سيدتي الكريمة، المشهد السياسي العراقي وصل إلى انسداد حقيقي. شوفي، أن تذهب الانتخابات بدون أن تعطي أمل لما بعد الانتخابات للمواطن العراقي، هذا صرف من أموال وجهد غير مجدي. نفس الخريطة السياسية، نفس الوجوه السياسية ستتكرر مرة أخرى. نعم. نفس التشكيلة، نفس التركيبة. نعم. نفس الاتفاقات. نعم. ولا نتيجة من. نعم. ذلك. لكن نقطة سيد أحمد يمكن الكل يعني يسأل بها، وأسألكم سؤال مواطن عفوي بسيط، يقول لك هذه الانسدادات اللي تتكلمون عنها ما كانت موجودة بالسابق؟ يعني نحن صدرنا القانون قبل سنة أو أكثر من سنة، نفس الانسدادات كانت موجودة وأيضا نفس المعطيات هي موجودة، شنو اللي تغير في موقف التيار الصدري؟ يعني بصراحة شوف سيدتي، هو لما شرع هذا القانون ودفع باتجاه أنه شرع هذا القانون، كان الهدف أن يكون هنالك انفراج سياسي تمثيل حقيقي للمجتمع، أن يكون هناك تغيير في الخارطة السياسية حتى نذهب إلى التنمية ونذهب إلى إصلاح ما أفسد على مدى يعني من 2003 وإلى. نعم. هذه اللحظة. لما يكون هو مو الهدف القانون، القانون وسيلة من وسائل التغيير. لما يكون هذا القانون لا يفضي إلى التغيير ولا يفضي إلى إعطاء أمل للمجتمع العراقي، يكون غير مجدي وزائد على الحاجة بصراحة. نعم. لكن نظامنا برلماني سيد أحمد، يعني خلي أتحدث معاك بكل صراحة، نظامنا برلماني، يعني الانتخابات وضعت بالدستور، الانتخابات يعني هاليوم إذا أنا ما أسوي الانتخابات وأجل الانتخابات راح تذهب الانتخابات بعد 6 شهور، وبالقانون وبالدستور يجب أن تحدث هاي الانتخابات. أنا أقدر ب6 شهور أغير المعطيات اللي مثلا الانسداد السياسي اللي تحدثت عليه والمعطيات الأخرى ب6 شهور؟ يعني أيضا بالأخير للانتخابات سيدتي، هو النظام السياسي شنو الهدف من عنده؟ النظام السياسي الهدف من عنده أن يكون ممثلا للجماعة الوطنية، هو هيجي. أما إذا كان لا يمثل الجماعة الوطنية بمعنى الشعب. نعم. العراقي ومخرجاته وغيره، ما غير مجدي. يعني الدستور لم ينزل من السماء، الدستور اتفق عليه قوامة بعد الاحتلال، وحصلت هنالك ربما عجالة، ربما تداخلات إلى آخره، وخرج الدستور. الهدف الدستور ليس غاية، الغاية هو المجتمع، وأن يكون النظام السياسي ممثلا عن المجتمع. لما نفقد هذا العنصر بعد ما إلى قيمة بعد أن نذهب إلى دستور ونصوص وكأنه هي جامدة ومقدسة، وشنو يعني؟ خلينا نعدل الدستور، خلينا نقعد نبحث بخريطة خروج البلاد من هذا. يعني عاجبكم هذا وضع البلد؟ عاجبكم أن تكرر التجربة مرة لكن أخرى؟ سيد النائب تحدث قال ليش ما يعني جلسنا قبل سنة ونص وتحدثنا في هذه الإشكاليات كلها؟ سيد النائب يتحدث عن قانون الانتخابات لا على كل المشاكل الفني. يعني صح لو لا سيد النائب لو تقصد بس لا كنا نتحدث عن جوانب فنية بالقانون. يعني بس أنت طبعا العراق فيه مشكلات كثيرة، مشكلات كثيرة يعني. نعم. متعقدة. يعني احنا اساسا مثلا كنا اعتراضنا على تشكيلة 2018، قلنا انه هذا مثلا هذه الآلية اللي ماضين بها راح تدخلنا بنفق مرعب ومظلم. نعم. وفعلا افضت الى نتائج كارثية على الشعب العراقي. اشياء كثيرة كان يفترض ان تناقش في وقتها وتبحث في وقتها. نعم. وايضا الجوانب الفنية في قانون الانتخاب. نعم. خليني انتقل للسيد عصام الفيلي. سيد عصام، يعني خلي اتحدث بكل صراحة، السيد احمد تحدث نقاط مهمة جدا عن الانسداد السياسي وايضا المشاكل وايضا الانتخابات ما راح نذهب بها الى ما يريد المواطن العراقي، لكن انت تعلم انه نحن نظام برلماني وبالنهاية لازم نذهب الى الانتخابات.
الانتخابات، يعني الإصلاح يتحقق بالانتخابات، يعني ما عندنا وسيلة ثانية نحن كمواطنين بسطاء إلا الانتخابات يعني. وما يزال أيضا بعض أعضاء هذه الكتلة يصيحون على المقاطعة ويتحدثون، يعني هم يتحدثون عن المقاطعة والبعض يزاول عمل الانتخابي والسياسي، هل يعني ذلك أنهم قد ربما يغيرون موقفهم في اللحظات الأخيرة؟ يعني احتمال تتغير السيناريوهات بالأخير؟ نعم، في البداية تحية لك سيدتي وإلى ضيفيك الكريمين ولكل المشاهدين. أنا أعتقد دائما العمل السياسي هو عمل احترافي بامتياز، وبالتالي جزء أساسي من أي عمل في السياسة يقوم على مرتكزات، واحدة من أهم مرتكزاتها هو موضوع فن الحوار وإدارة الحوار مع جميع الأطراف، سواء كانوا خصوم في العمل السياسي أو مؤيدين لطبيعة النهج الذي تنتهجه. ولذلك أعتقد أن موضوع الذهاب باتجاه مقاطعة الانتخابات ربما يكون هذا تكتيك وليس استراتيجية. تكتيك؟ نعم، فقط لو سمحت لي أكمل. التكتيك الذي استخدمه السيد مقتدر الصدر هو نابع أساسا من حرصه على طبيعة الاستقرار الداخلي. كما تعلمين كثير من القوى السياسية حينما هي بالأساس لا تمتلك لا قواعد شعبية أولا، ولا تمتلك القدرة على توجيه مؤيديها، فبالتالي وجدت أن تقسيم العراق إلى عدة، أو دعني أقول المحافظة الواحدة إلى عدة دوائر انتخابية، سيقوض وجودها. لذلك هي استخدمت كل أدواتها، سواء كان من عملية التسقيط السياسي، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل إنها ذهبت إلى أبعد من ذلك حينما اتخذت من المواطن كجزء من عملية ارتهان، بمعنى هذا أنها بدأت تمس حياة المواطن يومية، سواء كان في المؤسسات الصحية أو حتى موضوع أبراج الطاقة الكهربائية ومحطات توليد الكهرباء في هذا الإطار. هذا كله جعل السيد مقتدر الصدر أن يركز على مسألة أساسية، يقول، أو دعني أقول في هذا الإطار، أن يجعل أن لا يكون المواطن هو الرهينة الأولى في هذا الإطار. وكل من يتابع سيكولوجيا طبيعة حالة القلق الوجودي الذي يعيشه السيد مقتدر الصدر حينما صرح وقال إنني إن تعرضت إلى الاستشهاد في هذا الإطار لا تستغربوا في هذا الموضوع. القوى السياسية عاشت حالة من لا استقرار في هذا الإطار، وكلنا يعلم أن كثير من القوى السياسية كانت تعتمد على رمزية شخوصها والرموز التي كانت تحصل أرقام خيالية في وقت، أقولها بكل وضوح، حينما كان العراق دائرة انتخابية واحدة أو المحافظة دائرة انتخابية واحدة. نعم. ولذلك هي بالأساس لم تنزل القواعد الشعبية في هذا الإطار واستطاعت أن تنظم. ربما يكون بعض القوى الإسلامية لديها القدرة على تنظيم وإعداد قواعد في مقدمة التيار الصدري، وبعض الذين يسيرون في نهج محمد صادق الصدر أو الأكراد في هذا الإطار، هؤلاء كانوا يمتلكون أغلبية مريحة باتجاه تثقيف قواعدهم الانتخابية. نعم. وعليه نجد لكن نقطة مهمة تحدثت بها يعني سيد عصام، خليني أتحدث عن التكتيك اللي تحدثت به، أريد أعرف شنو الغاية. وثاني شغلة، إذا نتحدث عن ترتيب الانتخابات أو يعني إعادة صفوف الأحزاب الكبيرة، تعرف سيد عصام إحنا عندنا أحزاب عمرها 18 سنة، وهذه الأحزاب لديها السلاح ولديها المال ولديها التنظيم، يعني هاليوم نشوف الأحزاب اللي كانت معارضة للانتخابات بالسابق اليوم هي تصر على الانتخابات، والسيد مقتدى الصدر اللي كان يصر على الانتخابات مبكرة اليوم هو مانع للانتخابات، اليوم تغيرت يعني استراتيجية سياسية الانتخابية، تبدلت الأدوار، المواطن حار من أمره، يعني وين ذاهبين ما نعرف. يعني أنا أقول بكل صراحة طبيعة احتقان الداخلي، وكلنا يتذكر حينما أعلن السيد مقتدى الصدر، أو حتى أكون دقيق ليس السيد مقتدى الصدر، بقية الأطراف، أو دعني أقول المحيطين أو التابعين للكتلة الصدرية، أعلنوا أن رئيس الوزراء القادم هو صدري. هذا أثار مخاوف كثير من القوى التقليدية، وبالتالي هي حاولت أن تشعل الساحة السياسية بشتى الأساليب والوسائل. المحصلة النهائية
السيد مقتدى الصدر وجد أن الحفاظ على استقرار العراق الداخلي هو الأهم بالنسبة له. لكن حينما أقول تكتيك أقول كجزء من استراتيجية تهدئة في هذا الإطار، ونعم أنا أقولها بكل وضوح، لأن قد يكون في اللحظات أو في قبل الانتخابات أن يكون عودتي، خاصة إذا ما علمنا أن المفوضية أعلنت صراحة أن قوائم المرشحين قد دفعت إلى الطباعة، وبالتالي لا يمكن الرجوع عن هذه الانتخابات في هذا الإطار. وكلنا يتذكر أنه حتى المتابعين للتيار الصدري طبيعة جمهوره ينتظر في الليل لغاية قبل الساعة 12 تأتي رسائل أو تثقيف أن الشخصية التي تنتخب فلان الفلاني. ولذلك أقول أن السيد مقتدى الصدر حينما ذهب في هذا الإطار كجزء من عملية امتصاص الاحتقان وتخفيفه. خلينا ننتقل لسيد العقابي. سيد العقابي، يعني شنو اللي صار؟ تغيرت الأدوار هاليوم؟ يعني هاليوم يعني نشاهد اللي كانوا ممانعين أو ربما معترضين على قانون الانتخابات، معترضين على إجراء الانتخابات بوقت مبكر، هاليوم مصرين يعني على الانتخابات، شنو اللي صار هاليوم؟ تحدث السيد عصام يعني قال لك البوسترات بدأت تطبع مع المرشحين كلهم، يعني من التيار ومن كل الكتل والأحزاب السياسية المشاركة بالانتخابات، وين رايحين؟ أكو انتخابات؟ ما أكو انتخابات؟ يعني أكو جمهور راح ينتخب؟ المعطيات ماشية باتجاه انتخابات 10-10، يعني المعطيات، لأنه جدول عمليات المفوضية ماشي، يعني والاجتماع يوم أمس كان واضح جدا. لكن احنا امام ثلاث، الاجتماع كان واضح جدا بالاتفاق انه الانتخابات ماضية على 10-10. نعم، يعني خلاص. نعم. بين الكتل والأحزاب. نعم. اي طبعا الاجتماع واضح، البيان كان واضح بهذه المسألة يعني. لكن احنا عندنا ثلاث قضايا أساسية كنا نبحثها. يعني اول قضية هي الأخوة المنسحبين، هم لهم حق يعني، وهذا باب يعني الحرية وحقوقهم المشروعة دستوريا وقانونيا. نعم. يشاركون ينسحبون، هذا الأمر عائد لهم، لكنه تكليف القوى الوطنية الأخرى إذا كانت جادة في بناء نظام سياسي متكامل ورصين أنه تنفتح عليهم ويصير حوار جاد معاهم لمناقشة الإشكاليات اللي ممكن أن ترد من كل الأطراف ومعالجتها. نعم. معالجة، أنا أعلم أنه مشاكل العراق عصية وعقيمة وبعضها ضخم جدا، يعني لا يعني الفسحة أو الفترة المتبقية غير كافية لمناقشة هذه القضايا. لذلك احنا مثلا منذ بداية الدورة الانتخابية هذه ندعو إلى حوار لمناقشة المسائل الاستراتيجية الوطنية، لأنه أكو عقبات داء جاي تواجه النظام السياسي في الدولة العراقية. كون تناقش بعيدا هذا الداء وهذا هذه العصية أو هذه المشاكل متجذرة بالعملية السياسية من 2003 إلى هذا همم على قدر عزم الرجال تأتي العزائم، وهمم الرجال تظهر في وقت الشدة، ونحن حقيقة في وقت شدة. نعم. وفتنة كبرى، علينا أنه نعالج هذه المسائل. نعم. هذه المسائل لا يمكن أن تترك، لأنه كل ما تترك احنا جاي نشوف الأمور تزداد تعقيدا، لأنه هذه تراكمات لسنوات طويلة، بعضها لعله حتى يعود لقبل أعوام 2003، قضايا مثل المسائل الكردية، مسائل الطائفية إلى آخره. فكل هذه القضايا ينبغي أن يصار إلى حوار وطني ما إلى علاقة أزمة الثقة. أزمة الثقة تمنع الكتل حوار وطني من والله العظيم على أحكيها، أزمة الثقة اللي بين الكتل والأحزاب السياسية تمنع هذا الحوار الوطني الشفاف، لأن ربما الاتفاقيات اللي حثت في السابق ما تطبقت على أرض الواقع، جعلت فجوة كبيرة بين الأحزاب كلها. أكو خطأ عربية، أكو سنية، خطأ كردية، أكو خطأ شيعية، أكو خطأ منهجي كبير ترتكبه القوى السياسية في الحوار الوطني. دائما الحوار الوطني مرتبط بمخرجات النظام السياسي. نعم. يعني شنو صارت نتائج الانتخابات، توازنات القوى شلون، ايش لي وايش لك بالحكومه. حوار وطني لعله ممكن يستمر سنه او سنتين، ما إلى علاقه. نعم. بمخرجات العمليه الانتخابيه ونظام السلطات الثلاث، تشريعيه وتنفيذيه وقضائيه الى اخره، ما إلى علاقه. يضع له جدول اعمال يمثل المسائل الجوهريه والاستراتيجيه للدوله العراقيه. نعم. ما إلى علاقه حتى في برنامج الحكومه، وحتى لانه هذا ويصير له في الجدول زمني بين الخط الأول للقيادات، وتبحث هذه المسائل حتى نصل إلى تسوية شاملة للملفات العالقة وللمشكلات اللي نعاني من يمها. أمر ثاني، إحنا اليوم أمام قلنا انسداد، وأنا انسداد هذا جاي لمسه موجود، يعني انسداد وانغلاق تام لعله حتى يعني أنت تطابق رأي السيد أحمد طبعاً بالانسداد طبعاً انسداد السياسي انسداد سياسي. نعم. لا، وانسداد بالسلطات. نعم. مجلس النواب عقيم،
صار له تقريب سنة ما كنت تاج السلطة التنفيذية الحكومة حسب علمي لحد الآن، وإحنا دخلنا في الشهر الثامن يعني لحد الآن في لعله في مساحة واسعة من الميزانية ما طالقتها. أنا أتابع بعض الأحيان في محافظة بغداد لحد الآن مشاريع عمرها 3 سنوات، مشاريع صغيرة يعني جدا محدودة ما طلقتها، وما أكو انسداد تام جاي يلقي ظلاله على الحياة المعاشية. شلون أصلح هذا الانسداد؟ أسا أنا عندي انسداد سياسي، أنا شلون أصلح هذا الانسداد وأنت 18 سنة ما بما أنه هذا النظام الانتخابي، ما في مشكلة كنظام، ليش ما أنا مو محد، أنا عندي 70 إشكالية يعني ما أتحدث برأيي الشخصي، لكن أقول أنه مساحة أوسع من القوى السياسية اتفقت على هذا النظام. إذا إحنا عندنا نظام انتخابي جديد وعندنا فرصة، هذه الفرصة لا نتصور أنه إذا جن الانتخابات 6 أشهر أو 7 راح يصير حلول. هذه القوة بعضها موتور، بعضها مأزوم، عنده عقدة، عنده مشكلة نفسية، ما ممكن يعني يعيش على الأزمة، يعيش على الكارثة. اليوم أنت شوفي عملية التسقيط السياسي اللي موجودة، فيدورون فيديوهات قديمة ويشوشون صور ويسقطون أسماء وشخصيات على شنه؟ هو إحنا واقعنا العراق عايش بالضيم، بالعربي الفصيح يعني عايش بالضيم، احنا واحد يسقط الاخر، هي الكل وضع يعني موضع شك وموضع شبهه وموضع انتقاد من جميع، وجمهور محبط من هذه الطبقه، طب بعدين ليش ملتي هذاك يسقط هذا وهذا يسقط هذا، وكل واحد عنده جيوش الكترونيه وواحد يشتغل على الله، والنتيجه شنو؟ المواطن وين؟ مصالح المواطن وين صارت؟ اليوم احنا من نبحث بعض المسائل الحيويه في كل دوله، رئيس الولايات المتحده الامريكيه اللي هو الدوله العظمى والكبرى بالعالم يطلع يقول انا حققت انجاز انه وفرت كذا 100,000 فرصة عمل للعاطلين عن عمل، احنا هاي السالفة ما نجيب لها، وكأنما احنا دولة فلكية. شاهدنا أولويات المواطن المعاشية اليومية اللي تتكفل له بالعيش الكريم ما جاي نبحثها ولا نضع لها خطة، ملتهين صراع سياسي واستحواذ على السلطة إلى متى؟ وشنو النتيجة؟ راح سين وإجا صاد، وبعدين يروح صاد ويجي غيره، وهكذا يعني سيد الكاظمي مو نجح بالآن، سيد الكاظمي عنده خطة اقتصادية ما نجح بها؟ في تقديري لا ماكو خطة اقتصادية أصلا، ما عندنا خطة يعني ما عندنا خطة يعني اقتصادية، ما عندنا خطة. الورقة البيضاء عندي 70 انتقاد إلها، والموضوع ما مو محل إلها، وأنا في رأيي هذا البرلمان الحالي والحكومة الحالية يجب أن لا يتخذوا قرارات استراتيجية، هذا الأمر يجب أن يكال، هذا ما له دخل بالحوار الوطني. الحوار الوطني وبناء الثقة واستعادة الثقة واستعادة هيبة الدولة هذا موضوع آخر، لكنه موضوع وقضايا استراتيجية لها ارتباط بالأداء الحكومي وبعمل السلطات المختصة يجب أن يؤجل إلى المرحلة القادمة، ويكون مسؤولية الحكومة والبرلمان القادم. لأنه اليوم حقيقة يعني أنا أفهم من كلامك لازم نذهب للانتخابات حتى يكون طبعا عندنا لازم جديد، نذهب حتى لازم يكون عندنا لازم جديدة نذهب لازم حتى يكون هناك خطط ومشاريع جديدة. أختي هذا إحنا عندنا إذا ما صارت 10-10 وراح نلتهي بها منها 10-10 راح يبقى عندنا وراها، اذا نفترض انه تاجلت راح تجينا الموازنه ونطب بطلبه الموازنه تاخذ لنا فد 4-5 وراح نسولف بالانتخابات. طيب انا ما اعرف ناسنا بقوانا السياسيه من نسولف بالموازنه بعد ما يسولفون باي سالفه اخرى، ولكن العراق فيها اولويات كثيره ومتعدده وكل قضيه لها موضوعها ولها نقاشاتها. اكو مشكله بالوعي والنضج السياسي لدى الطبقه السياسيه في العراق، غير قادر على إدارة أزماتها وإدارة أولوياتها بحيث تصل إلى برلمان بشعبها. الواقع أنه نذهب للانتخابات، أكو أشياء آنية. الحلول نذهب للانتخابات، اسمحي يعني واحد طبعًا من الحلول، طبعا حل واحد من الحلول. حل أساسي، لكن الآن ممكن يصار إلى حوار وطني لمعالجة مسائل يعني مسائل ضاغطة الآن، موضوع استعادة هيبة الدولة، موضوع حفظ النظام العام، قضايا بناء الثقة، نحاول نطمئن ونبعث رسالة اطمئنان. أنا ابن الشاه العراقي اليوم الناس محبطة، الحل شنو؟ فلان صار نائب وفلان حصلت 50 يعني وفلان كتلة حصلت 60، النتيجة شنو؟ أريد نتيجة اللي يحط بالسلة رطب. النتيجة شنو؟ أريد أحط بالسلة رطب، يعني شنو النتيجة؟ يعني النتيجة إذا تأجلت راح نذهب إلى الموازنة وندوخ بالموازنة، وبعدين هم تجيك انتخابات 6 شهور تجي الانتخابات، يقول لك لأن مجلس النواب اللي نحن به هو نائب يتحدث عن نفسه وعلى أيضا الكتل اللي من ضوية تحت قبة مجلس النواب، يقول لك عقيم ما يسوي أي شيء، هذا كلام النائب. تفضل. ما سيدنا أبو طاج حل قال لك الحل الانتخابات، ما أعرف أنا شلون حل الانتخابات وهي نفس القوى راح تنتج من جديد، يعني شنو الفائدة؟ نفس الخريطة راح تنتج من جديد،
وبعدين راح يقعدون وراها راح يتقاسمون وزارة إليك وزارة إلي ومدير عام إليك مدير عام إلي ويصير التقاتل طبعا بالمناسبة ما لها علاقة بالشعب العراقي. إيش قد أقدر أحصل وزارة وزارة ونص وزارتين؟ هي هنا الموضوع. لكن ليش غيرنا قانون؟ وغيرت وشنو يعني إذا القانون أنتج طب نفس الطبقة؟ ومن يقول ينتج نفس الطبقة؟ غير أروح للانتخابات حتى أعرف ينتج نفس الطبقة؟ وعندنا اليوم دوائر ليش هو مختلف؟ أكو واحد يختلف على أنه نفس الطبقة؟ راح أسأل كل الضيوف الثلاثة الموجودين ما راح يختلفون أنه نفس الطبقة راح تنتج. أنا أتحدى واحد يقول لي راح تنتج طبقة سياسية أخرى بهاي الانتخابات. طبقة سياسية مو منطقي سيدي. في ظل الدوائر لازم نفكر بحلول حقيقية. لازم نفكر بحلول حقيقية. يعني إلى وبعدين وانتجت نفس الطبقة ونفس المشكلة راح تنتج. تروح حل مشكلة بعد مشكلة وراح تقعد الطبقة السياسية وتوزع الوزارات ونسد لك وانتهى الموضوع ورحنا إلى نفس عزيزة. مو هيك الحلول. لا. لو نقعد يعني نترك هذا التكبر والعلو ونقعد وتقعد كل القوى الموجودة طبعا أنا مو من القوى يقعدون ويحلون المشكلة يحلون. ما معقولة قاعد يحلون مش مشاكل يعني وش شغلهم؟ لا بس هو ليش جابهم الشعب العراقي؟ جابهم حتى يعطيهم رواتب؟ نعم استاذ احمد راح احكي وياك نقطه يعني اتمنى تعذروني لان انا لسان مواطن. يعني يا مشاكل نحلها، المشكله الماليه الا مشكله السكن الا المشكله الخدميه كل المشاكل هاي وظيفتهم. ما تنحل بشهرين ولا تنحل عزيزتي انا من 2003 من 2003 نفس القوى السياسيه تقول ما تنحل بشهرين. دق لي بش قد تنحل؟ يلا اعطيني سقف زمني قل لي بش قد تنحل بشهرين بثلاثه باربعه بعشره ب 12 قولوا لي حتى نفتهم. مو كل ما تقعدون وقلتوا مو ما تنحل بشهرين ما تنحل بثلاثة ما تنحل بعشرة زين مش قد تنحل؟ قلوا لي بعشر سنين بعشرين سنة بمئة سنة مش قد قلوا لي فهمونا حتى نفتهم. طونا سقف زمني للحلول. هي مو روح الانتخابات وثمان لا وصرف هاي وكل من يوزع لفات وكل من يوزع له يوعد له 100 واحد و200 واحد بالتعيينات وقعد بمجلس النواب وغير تليفوناته وانتهى الموضوع. هو هيك الموضوع؟ ما احنا قارين الخريطه السياسيه ونعرفها. اصغر مواطن تروحي له هسه يحكي لك هذا النظام اللي جيتونا به كلكم انتم الاحزاب والكتل السياسيه. عزيز التيار الصدري لم يكن من اباء العمليه السياسيه. كل اربع سنين لازم اذهب للانتخابات. لم يكن التيار الصدري من اباء العمليه السياسيه. انا يعني كمواطن ما عندي خيار حتى اصلح الا هذا صوتي. لا اتمنى انه تضعون حلول واقعيه عمليه ككتل واحزاب سياسيه حتى نخرج في مخرجات تخدم المواطن. انا ما اتحدث عنك سيد احمد، انا اتحدث عن كتل واحزاب سياسيه. لان اليوم انت تحدثت عن انسداد سياسي وتحدث النائب عن انسداد سياسي وهو ايضا في كتله سياسيه والكل يتحدث عن انسداد سياسي. انا مواطن بسيط فقير فاقد امني وخبزي ومستقبلي، انا من اعرف بالانسداد السياسي شنو هو؟ أنا أعرف الدولار ارتفع، أعرف خبز ما عندي، أعرف أنا قاعد تجاوز، أعرف ما عندي وظيفة، هذا اللي أعرفه. ما أفهم بالانسداد السياسي. إذا أنت يعني مع احترام لكل الكتل تعرف بي وتعرف وين الخلل، فالمواطن البسيط ما يعرف وين الخلل. أنا أعتذر منك أستاذ أحمد، راح أعطيك الفرصة لكن أنتقل بسؤالي إلى السيد عصام. فرصة قليلة. لا راح أعطيك، هي تتكلم على راحتك، بس أشوف رأي أستاذ عصام في حال بقى التيار مقاطع للانتخابات. وتعرف إنه جمهور التيار الصدري استاذ عصام جمهور كبير يعني بصراحه وله ثقله يعني يعني في مناطق مهمه جدا يعني بغداد وايضا في المحافظات. هذا ما راح يهدد نسبه المشاركه، وربما البعض ما يعترف بالانتخابات يقول لك النسبه كلش قليله وحتى دوليا ما يعترفون بالانتخابات. يعني اولا من الناحيه العمليه انا اعتقد الانتخابات الماضيه كانت نسبه المشاركه ما يقارب 44%، وهي كانت اقل نسبه مشاركه منذ حقيقه 2003، وبالتالي خلقت مثلبه في المشهد السياسي العراقي. فكيف بنا اليوم نتحدث عن تيار لديه قاعده جماهيريه واسعه؟ ودعيني اقول هذه القاعده تمتد من بغداد إلى جنوب العراق إلى الفرات الأوسط وحتى قسم من بعض المناطق في المناطق الأخرى. ولذلك أنا أقول هذا بحد ذاته لا يخدم العملية الانتخابية بل سيشكل مثلبة في هذا الإطار، خاصة إذا ما علمنا أنه في نفس الوقت سيسمح لكثير من القوى السياسية حينما لا تكون هناك نسبة مشاركة ستكون المحصلة الرقمية للفائز بأقل محصلة رقمية سيستطيع أن يرتقي، وبالتالي سنعيد استنساخ
الوجوه الماضية التي تنتمي إلى كتل تقليدية فشلت. هذه مسألة يجب أن تنتبه إليها التيار الصدري وحتى القوى المقاطعة. اليوم نحن أمام إشكالية حقيقية، وخاصة التيار الصدري، أنه دائما أنا أقول السيد مقتدى الصدر يذهب باتجاه عملية التغيير، بل حتى الدوائر المتعددة التي طرحت في هذا الإطار هي كانت لا تربي رغبات كثير من القوى السياسية. اليوم نتحدث في بغداد عن 17 دائرة، المفروض أن يكون هنالك 69 دائرة، والدائرة تكون على أساس المقعد الواحد وليس على أساس هذا التقسيم الذي نراه. لذلك أقول أن هذا الموضوع أكيد سيقوض العملية الانتخابية في دولة قد لا تكون قد رسخت فيها معالم ديمقراطية. في بعض الدول يكاد يكون لكن الساد... نعم، لكن أستاذ عصام تحدثوا ضيوفي على انسداد سياسي، وتحدثوا عن مشاكل هواية، وتحدث السيد أحمد يقول لك نحن نريد نعرف المشاكل إيش وقت نحلها، سنتين ثلاثة عشر سنين حتى نبدأ في نظام سياسي يخدم المواطن بأمل بإصلاح بأشياء. يعني هاليوم أنت كمراقب ومحلل للشأن السياسي وأيضا قريب من الحكومة، شلون تنظر إلى طروحات بعض السياسيين والكتل والأحزاب السياسية اللي تتحدث عن انسداد سياسي، وهذا الانسداد السياسي راح ينتج نفس الوجوه بالانتخابات؟ يعني أنا أولا قريب من الشعب ولست قريب من الحكومة على فكرة، هاي مسألة. لا يعني عادي الحكومة شبيها عادي. لا لا لا، مو أنت تسأليني مرة يعني أنا طبيعية. بس ستيفاء إذا تسمحيني. لا عند واحد مرة أني من أحمل لا تسمحيني مرة أني من أحمل صفة رسمية أن أكون ضمن دائرة صنع القفاني، لا مستشار بالحكومة، هاي أولا. يعني أنت قريب عندك تفاصيل أكثر، هذا قصدي. تفضل أستاذ عصام. متابع المهم. نعم. هاي مسألة إضافة إلى كل هذا، أنا أعتقد الخلل تتحمله كل القوى السياسية في هذا الإطار، وأي قوة سياسية لم تفكر بطريقة إيجابية لابد أن يكون لها سلوك غير إيجابي. هاي مسألة محسوم منها. نعم. إضافة إلى كل هذا أن الموضوع المعالجة تأتي عبر تشريعات قانونية تخص جوهر هموم المواطن. فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر، حينما يكون لدينا قانون ضمان اجتماعي يلامس هموم المواطن بدءا من الطفل الصغير مرورا بالمرأة التي لا تعمل ومرورا بالأرملة وغيرها، وهذا الإطار آنذاك يكون تفكيرنا أقرب للإيجابية من خلال تشريع. أستاذ عصام أريد أسألك السؤال بطريقة ثانية، لا تروح لي على الخدمات، هاي الخدمات نعرفها 18 سنة وما وصلنا لشيء تحتشي به. أريد أسألك السؤال بطريقة ثانية، هل الانسداد السياسي بين الكتل والأحزاب السياسية هو لي أذرع بين كتل كبيرة تريد السيطرة على المشهد السياسي العراقي له شغلات خدمية ومواطن؟ خلينا نحكي بكل صراحة. لا اولا انت تساليني اني اجاوبك ما يهم المواطن، يعني لا هسه جاوبني، يعني أجابك. هل هي الصراع بين كتل سياسيه؟ لا اولا البعض يعتبرها لي اذرع وايضا يعتبر انه هذه الكتل في هذه الانتخابات ستكون الركيزه الكبيره والقوه المتمثله بوجودها تحت قبه البرلمان بالانتخابات القادمه، فالبعض يعني يقول لك اني ما يعني اكو فقره ست هيفاء لا تسمحي لي. اولا القوى السياسيه كانت متخوفه مو فقط مو احكي احكي حكيتها تكتيك اشو سكتت. لا لا بس اسمحي لي ست هيفاء خليني اكمل. عيني كم يعني اولا القوى السياسيه اساسا هي متخوفه، انا قلتها يعني خافت من التيار الصدري، قالت ان وصول التيار الصدري لا يكتفي السيطره وانما سيفتح ملفات وسنجد كبار الشخصيات خلف القضبان، وبالتالي هو يمتلك القواعد الجماهيرية، هو بدون سيطرته على الحكومة هو عنده قدرة على تحريك جماهيره في هذا الإطار. نعم. هاي مسألة. إضافة إلى كل هذا دعيني أقول أن القوى التقليدية ترى نفسها بأنها أحاق بفعل إرثها النضالي في هذا الإطار. هذا كل صراع الوجود. نعم. تكي صراع الوجود، ليس فقط صراع الوجود، بلد البث العراق مفعم بالملفات التي انفتحت ستكون لها أول ولن تكون لها ثاني. نعم. وبالتالي تداعيات المشهد السياسي سيترك بصورة أو بأخرى أقولها ليس فقط على طبيعة. نعم. تواجده في المشهد السياسي وإنما حتى في مستقبلهم وتراثهم الذي يعتمدون عليه.
طبيعة الصراعات نعم. أيضا صراع المقدرات الاقتصادية، نتحدث عن حكومات تظل وليست حكومة تظل، نتحدث عن دويلات عميقة وليست دولة عميقة. صحيح. هذه التي تسيطر على المشهد الاقتصادي، المشهد الأمني، المشهد السياسي. نعم. في هذا الإطار، لذلك حتمية نعم. الصراع يعني طاني سيد عصام الفيلي نقاط مهمة جدا، دويلات العميقة، المقدرات الاقتصادية، لكن سيد أحمد كان يتحدث أيضا نقطة أريد أركز عليها، قال لك نحن لازم نعرف المدة اللي نقدر بيها يعني نخرج في مخرجات بيننا وبين الكتل والحزاب السياسية، سنة، سنتين، 10 سنين، 15 سنة، يعني وأيضا قاعد مدد تحددها الكتل حتى يخرجون برؤية واضحة وصريحة. أما نبقى في هذا الموضوع وهذا الاتجاه أكيد ما راح نمضي إلى الأمام نهائيا. هذا الموضوع فيما لو كان هنالك يعني منهجية لحوار وطني وتم رسم هذه المنهجية وشرعوا في جدول أعمالهم. نعم. يفترض هذا، يفترض وفق المنطق والعقل السليم القوى السياسية أقصد، يعني فيما لو كانت لديها منهجية وجدول أعمال بهذا الاتجاه بعيدا عن العمل الروتيني لمؤسسات الدولة، يعني حوار يمشي بأخذ اتجاهه بعيدا عن نعم. موضوع الحكومة والجلسات البرلمان نعم. والتشريعات وقرارات الحكومة وكذا، موضوع يتحدث عن القضايا الاستراتيجية للدولة العراقية، لكنه إحنا اليوم أمام وضع ضاغط أمام تحديات، فيه تحديات قائمة وشاخصة نعم. أمام أنظار المواطن. هذه التحديات تحتاج إلى منهجية، تحتاج إلى رؤية وطنية، تحتاج إلى قيادة وأيادي أمينة صالحة. متى نقدر أن نمضي في هذا المشروع الحواري اللي تحدثت عنه وتحدث عنه سيد أحمد؟ مع الأسف ما لا أرى بالأفق حاليا نعم. بوادر لهذا الحوار. سنة، سنتين، ثلاثة. الآن أتحدث الآن، نسأل الله نعم. العالم بعد سنة، سنتين نعم. نتحدث الآن نعم. ليست هنالك في الأفق بوادر لهكذا حوار نعم. لمناقشة القضايا الوطنية الاستراتيجية اللي تجمع الكل واللي هي جاي تواجه تحديات، بس هي يجب أن تكون بعيدة عن الموضوع الانتخابات وبعيدة نعم. عن موضوع يعني العمل الحكومي الروتيني مو هو مو بس ليش بعيدة لا ما نعرف القوى نعم. السياسية شنو؟ احنا من تجينا الموازنة مثلا نسولف بس بالموازنة ونعرف كل شيء نعم. وكأنما ما عندنا فريق عمل متكامل نعم. ممكن نناقش عدد من المجلس يتعطل يسولف بس بالموازنة، طيب انتم المجلس ليش ما يشتغل باقي اعماله مثلا نعم. انا اقصد هذا هنا احنا نعم. مع الشديد نعم. للاسف اكو قصور في إدارة الأزمات، في إدارة الاختلاف، في إدارة التنوع، في إدارة أولويات الدولة. فلذلك ليش أقول هذا بمعزل عن هذا؟ هذه قضايا وطنية استراتيجية. أيضا اليوم إحنا أمام تحديات ضاغطة، تحديات آنية تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى بصيص أمل للمواطن. نعم. إحنا نتحدث اليوم عن مشكلة الفقر، نتحدث عن مشكلة البطالة، هذا جاي تنهش جسد الدولة. نعم. لكن نقاط مهمة جدا حتى الوقت نستغله، إذا أصر التيار الصدري بالمقاطعة راح تمضون بالانتخابات؟ يا قرار انتخابات مو بيدي أنا، لو كان يعني بيدي الكتل لو كان بيدي اسمحي لي، هذا قرار حقيقة مرتبط الآن بيد المفوضية والحكومة. نعم. بيد الموقف الرسمي المعلن يقولوا الماضين. نعم. الموقع أنا لست قيما عليهم ولا نعم. الولاية عليهم، حتى اللي خلف الكواليس أنا جاي نقله يعني نعم. ليش أقول باجتماعاتهم الخاصة جاي يتحدثون أنه تمضي على 10-10، هذا ما يحصل، ناقل نعم. الكفر ليس بكافر نعم. جاي أنقل مامين شيء الله العالم نعم. لكن أنا أتحدث عن الوفد اللي راح يذهب إلى السيد مقتدى الصدر من كتل وأحزاب سياسية، أنا مع من حيث المبدأ أنا مع التواصل مهم جدا، الحوار مهم جدا، لأنه بحد ذاته هو بينفع لأنه نعم. إحنا أمام مشكلات حقيقية قائمة في الدولة، مشكلات نعم. أصلا بعض مشكلاتنا مشكلات وجودية، اليوم تسمعين من أطراف كثيرة أنه أكو فتنة تلوح بالأفق والجنوب كذا ممكن أي يحصل به، هذا الجو المرعب اللي جاي يرسم في نعم. المشهد السياسي العراقي، هذا مخيف بالنسبة للمواطن. صحيح. بالنسبة لمستقبل العراق، بالنسبة لطموحات وآمال شبابنا وناسنا وعوائلنا الكريمة. ايضا في ظل هذه اكو تحديات نعم. كل هذا الجو المرعب اللي جاي خلق البعض، وايضا تحديات اقتصاديه وتحديات ماليه وخدمية
القضايا الفقر والبطالة والصحة والأمن وإنفاذ القانون وهيبة الدولة. اليوم أبسط دائرة اليوم يشوفين حجم كتلة الفساد المهولة اللي موجودة، سوء الإدارة، سوء التخطيط، جهات قابضة على السلطة في مفاصل كثيرة كثيرة من الدولة العراقية غير مؤهلة تماما على رعاية المصالح العامة، وتشوف بيد القرار وتنتظر منه فد نتيجة معينة، وإذا بيك تصل كأنما تتناطح وهي جبل لأنه إمكانيته العقلية وإمكانيته الإدارية محدودة. كل هذه المشكلات، كم هائل من المشكلات، تحتاج إلى معالجة وتحتاج إلى رؤية. أستاذ أحمد راح نعطيك الوقت الكافي تتكلم به، بس أريد أسأل سؤال. إذا جرت الانتخابات بدون التيار الصدري واعترفت، صار اعتراف دولي بالانتخابات وتشكلت حكومة بدون التيار الصدري، شنو ردة فعل التيار؟ راح تنزلون للشارع؟ راح تكونون معارضة يعني بالشارع؟ راح تصير مظاهرات؟ وأيضا التيار يراقب عمل الحكومة والبرلمان وتكون القوة الضاغطة هم الجماهير والمتظاهرين؟ سيدتي، العراق ليست منطقة حكم دولية، بمعنى العراق ليست تحت الوصاية الدولية. العراق المفروض أبنائهم يحكمون، ويعني ما مو مهم الوضع الدولي شنو بالنسبة للعراق. يعني المهم صحيح يعني جيد ننظر للعالم باحترام، والعالم المفروض ينظر لنا باحترام، بس ينظر لنا باحترام متى ما نحترم أنفسنا ونحترم عقول أبنائنا، حتى العالم يحترمنا بهذه الطريقة. العالم يحترمنا ما يحترمنا، المشكلة وين ستي؟ المشكلة إحنا رايح وفدي يروح يقنع سيد مقتدى على العودة للانتخابات. يعني ما يروح وفدي يقول السيد مقتدى خل هاي الحلول. يعني هي إذا تعطلت شهر شهرين ثلاثة ست أشهر، يعني شنو قابل تنقلب الدنيا مثلا؟ ليش هي هو الغاية الانتخابات لو الغاية حل المشاكل؟ إذا الانتخابات ما راح تحل المشاكل، شو سوي مسويها أني؟ شنو القيمة من عدها؟ يعني إذا نفس الوجوه راح تنعاد ونفس المشاكل اللي راح ترحل، شنو القيمة من عدها غير صرف الجهد والأموال؟ شكو قيمة؟ المفروض القوى السياسية تروح لسماحة السيد مقتدى الصدر تقول له خلي نقعد سيدنا عدنا احكينا شنو حل المرحلة القادمة، ويصير تبادل حديث بهذه الطريقة لوضع حلول وخارطة الطريق لمعاناة المواطن. سيد أحمد، أريد أحكي لك يعني شغلة، وأنت أكيد سامحها وسامحها من السياسيين يعني مو من هيفا، بس أنا راح أنقل لك هي على الجو. يعني البعض يقول لك أنه التيار الصدري يسعى مع الحكومة لتأجيل الانتخابات، يعني هذا البعض اعتبره مخططات، والبعض اعتبره تدخل دولي، والبعض والبعض. يعني أنت سمعت هذا الكلام مو مني، من سياسيين وتحدثوا به في بعض الفضائيات. هو أنا أريد أنا أريد من عندك سيد أحمد توضيح لهذا الموضوع. واضح واضح. طبعا إحنا كل ما القوى السياسية تريد تروح الانتخابات صح، لازم نروح، فتنة العالم، داعش، الدنيا، العراق راح يحترق، لازم تروحون. وراح المواطن ونست الفتنة ونست المشكلة، وصارت عملية سياسية جديدة، وصار تقاسم للسلطة. أيضا توصل الانتخاب وهكذا تعود الناس. شو وقت احنا نقعد نحل المشكله؟ شو وقت نسب شو احكي لي يعني اعطيني سقف. سيد سقف. احمد بس يعني بس خلنا نكمل ارجوك، ما انت من تقاطعيني. لا لا تفضل تفضل، راح اخليك الافكار تروح من عندي. لا لا تفضل. انا اقول اتحدى القوى السياسيه تتخذ قرارات جريئه. احنا نعرف وكنا نعرف مجلس النواب واعضاء يتحدثون عن مشاكل وفساد، الحكومه تتحدث عن مشاكل وفساد. طيب هو منو انا اللي احلها؟ ليش هو منو المخول أن يحل المشكلة؟ هو الشعب شنو العقد الاجتماعي بينه وبين السلطة السياسية؟ غير يقول لي حل المشاكل وحقق لي الأمن وحقق لي الرفاهية والتنمية، وأنا بالمقابل أنطيك سلطة وأنطيك رواتب وأنطيك احترام وتقدير، غير هو هذا عقد اجتماعي؟ طيب إذا الحكومة والتشريعيين يشكون للمواطن المشاكل، شو يسوي يعني المواطن مثلا؟ المواطن يا دوم طلع عيشته، مطلع حياته. يعني هو المواطن اللي يحل المشكلة، القوى السياسية اللي تحل المشكلة، القوى اللي جابوها الناس، نفس القوى أيضا راح ترجع، نفس الخريطة راح ترجع. نفس الطاسة نفس الحمام، شنو راح يختلف بعد 6 أشهر يا سيد أحمد؟ هنا احنا أولا ما قايل التيار الصدري أنه بعد 6 أشهر لازم يصير انتخابات. التيار الصدري لم يتحدث عن هذا يعني الموضوع. البعض تحدث سيد، أنا ما لي علاقة بالبعض، أنا أتحدث لك يعني شو يقول التيار الصدري. خلي البعض يقوله
طبيعة هو المشكلة أكو عقدة عند القوى السياسية أنه لازم يصورون الآخر بأنه عميل ولأنه يتخابر مع الآخر وأكو دفع وكأنه هم يعني كلش وطنيين وحبابين، فليكفوا عن اتهام التيار الصدري بهذه الطريقة، لأنه من كان بيته من زجاج فلا يلمر الناس بالحجر. سيدتي هذه المواضيع خلي يغادروها، خلي يتحدثون بطريقة تخدم المواطن، تخرج البلاد من الانسدادات اللي تعاني من عندها. هذا التكبر والعلو أمام المجتمع وأمام الناس وأمام مشاكل المجتمع خلي يتركوه، يباعوا للمجتمع، باعوا للشعب العراقي، الشعب العراقي ما يسكت ترى. أما التيار الصدري هو مو غايته يأجل الانتخابات لأجل الانتخابات، صدقين التيار الصدري الآن لو رجع للانتخابات يحقق الأرقام اللي وعد بيها، نفس الأرقام وماكو أي مشكلة، لأنه جمهور ثابت وخريطة الانتخابات عنده كلش ثابتة، لا يحتاج دعاية ولا يحتاج هاي القصص. مو هنا المشكلة، المشكلة يا عزيزتي أنه ماكو حل، ماكو حل. بلد يعني مو بلد، إحنا أريد بلد، أريد دولة، أريد دولة تحترم نفسها، دولة تحترم قيمها. ما عندك تعقيب؟ أستاذ عصام عندك تعقيب على يعني ما تحدث به أستاذ أحمد؟ يعني يبدو أن السيد مقتدى الصدر حتى في حواره يريد من الجميع أن يتحملون المسؤولية الأخلاقية والإنسانية في الحكومة القادمة، وبالتالي عليهم أولا أن يجدوا ذاتهم، أن يغادروا المحاصصة، لأن طبيعة الاحتقان والوضع الاقتصادي وحتى الوضع الدولي بكل مجمله لا يحتمل مسألة تكرار أخطاء المرحلة السابقة. لكن سيد عصام نقطة مهمة تحدث بها أستاذ أحمد، قال لك يعني إذا تأخرت الانتخابات مو فشي مهم، حتى إذا تأخرت 6 شهور أكثر من 6 شهور، وأنت تعلم يا أستاذ عصام كثير من السياسيين والقيادات الشيعية يعني تحدثوا وقالوا هناك ربما يعني تحدثوا أشياء كثيرة لتأجيل اتفاقيات، لتأجيل الانتخابات، لحكومة الطوارئ، اللي ما أعرف شنو، يعني سمعتها أنت يعني أكثر مني، فيعني تحدثوا عن سيناريوهات يمكن هذه يعني تربك المواطن اللي بسيط الفقير. يعني دائما اكو قوة تحاول ان تطلق بالونات سياسية، موضوع اللعب على سيكولوجية الخوف لدى المواطن العراقي هو قائم، هاي مسألة، واحيانا هم صنعوا حوادث الارهاب في العراق بصورة او باخرى انا اعتقد. نعم. واتمنى ان تكتشف ملفات الموصل في هذا الاطار، هاي مسألة. المسألة الاهم انا اعتقد القوى السياسية الآن ترقص طربا وتدعو الله ليلا ونهارا جهارا وسرا أن لا يشارك التيار الصدري في الانتخابات القادمة، لأن تجد في مشاركة التيار الصدري إزاحة إلها. هاي مسألة منافس قوي، يعني منافس قوي طبعا، هو وقاعد يقول، مو أني أقول، هاي مسألة. إضافة لكل هذا أنا أعتقد من كان يريد العراق فليذهب للحوار فيما بينهم. نعم. لرسم معالم الدولة المواطنة والدولة المدنية الحقيقية. لكن نقطة مهمة جدا أريد أسأل عليها يعني حتى أستغل الوقت جيدا، البعض يتحدث عن اتفاقيات لتشكيل الحكومة قبل الانتخابات. يعني أولا الحوارات هي مفتوحة، أنا أقولها، هذه الحوارات هي قائمة، موضوع شكل الحكومة، وضعية الحكومة، نتائج الانتخابات هي التي تثبت في هذا الإطار، ودائما حسابات الحق الغير حسابات البيدر. كثير من القوى السياسية حقيقة لحد الآن لا تعي حجم الصدمة التي تتعرض لها بعد نتائج الانتخابات. شكرا جزيلا. بالختام عندي كلام اليوم، خلي أحكي لكم حكي مواطن وقفني يوم أمس في بغداد وتحدث وياي، قال لي ست هيفاء إلى متى هذا حالنا، يوم أصعب من يوم. أنا قلت له إن شاء الله الانتخابات جاية وتتحسن الأوضاع، جاوبني بضحكة واستهزاء وقال ست هيفاء يا انتخابات الله يخليك، إذا أكو مرشح يوزع فلافل حتى أنتخبة، معقولة أنا مواطن أعيش ببلد نفطي قيمتي لفة فلافل ثمنها 500 دينار، لو واحد ثاني فوق الضيم والجو الساخن والوباء ينطيني بطانية حتى أنتخبه، لو واحد ثالث يسوي لنا سفرة سياحية حتى ننتخبه، لو واحد ينصب عمود كهربائي بالمنطقة حتى أنتخبه، لو يسوي حفل ختان مجاني حتى أنتخبه، والمشكلة يطبعون فليكسات للدعاية الانتخابية ب100,000 دينار
ويقيم صوتي بأقل من 5000. الله عليك الله عليك، هذا هم اعتمد عليه حسن حالي وهو يسعى حتى يستولي على صوتي بهذه الأساليب المكشوفة، ودعايته ينفق عليها ملايين، والكلام كان كلش طويل بيني وبينه، عتب هواية، لكن اتمنى الحال يتحسن والقادم أفضل إن شاء الله. تصبحون على وطن آمن، في أمان الله.